معايا الفنانة الجميلة حورية فرغلي على التليفون. حورية بجد دور هايل، وأنا بحييكي جدا إنك قبلتي تعملي الدور ده. ميرسي يا استاذة لمين، ازي حضرتك؟ وحشتيني ازيك حبيبتي، انتي وحشتيني جدا. ربنا يخليكي. وحشتيني ازيك انا يا كمان يا استاذة؟ حورية. وحشي ماجد اهو. ده جوزي على طول. ده جوزك اللي كان هيقضي عليك يا حورية، يقول لك نطي زي الفيلم بتاع الحفيد، نطي زي ميرفت امين، مش كده؟ اللي هو عيل هتولدي يعني هتولدي. استاذ خالد ازي حضرتك؟ ازيك يا حورية؟ حورية، وحشاني ايه جدا. اصعب حاجة كانت في الفيلم ده ايه؟ طبعا انا وانتي عارفين الحكاية. كان اصعب يعني الشعور بحاجة انا عشتها طول عمري في حياتي ولازم اعملها والناس تصدقها، فالشعور ان انا ابقى حامل طول الفيلم، حتى في قعدتي في مشيتي في التمثيل، لما بطلع فوق الترابيزه ونط، يعني لازم ان يعني المشاهد يبقى مصدق ان انا فعلا حامل الولاده. طبعا هو كان صعب جدا، يعني انا ما اعرفش هم فعلا الحوامل بيحسوا كده ولا لا، بس انا حسيت ان انا يعني هي دي طريقه مشيتها، وهي حامل، هي تعبانه طول الوقت بالطريقه دي، ما بتعرفش تطلع فوق ترابيزه فوقكم يعني بالراحه، يعني كل مشيتها ظهرها المبني حسيت كده يعني. فبالتالي يعني اولا لازم احييكي على كتله المشاعر اللي اكيد وصلتنا جميعا كجمهور بيتفرج على الفيلم، وكمان على انك جاي داخله يعني كل الفيلم من غير مكياج، وشك زي ما هو، بالعكس ده انا حتى شايفه ان عينيكي تحتها هالات سودا، وشك شكله تعبان، وده مش كل الممثلات اللي في سنك حتى تحب تعمله، انت عادي لسه صغيره عايزه تباني يعني فيدات يعني. ربنا يخليكي يا رب يا حبيبه قلبي. لا بصي، انا بحب الواقعيه جدا، واستاذ خالد يعني الحقيقه حتى لما عملت معاهم ديكار برضو كان فيلم يعني مهم بالنسبه لي صراحه، اكتر فيلمين مهمين في حياتي انا كانوا مع آل دياب، اللي هو ديكور وطلق صناعي، برضو كان غير ميك اب خالص. بحب الواقعيه، فدي واحده دي كلاس تعبانه شهر التاسع، فاكيد فيها لاس سودا تعبانه شكلها مرهق، حتى انا كان ساعتها مناخيري فيها مشكله، وسالت خالد عليها فحسيت انها ماشيه مع الشخصيه، يعني حسيت ان انا لازم ابقى زي اي واحده فعلا فعلا حامل في التاسع دي كلاس، ما عندهاش بقى انها تلبس وتتزوق ودي راحه جايه عشان تاخد الفيزا او تولد جوه السفاره. لا ولا ايه، وجبروتها انها بتخبي توأم يعني توأم، كانت بطنك عاليه قوي بصراحه. بشكرك يا حورية وبحييكي، فعلا فيلم حلو جدا. زي ما بقول لماجد وخالد، فيلم بيوجع، دورك مهم جدا في الفيلم، وبشكرك فعلا. عارفه يمكن موضوع صعب، لكن انت قدرتي تعدي الصعب ده.